تهادوا تحبوا كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فماش شكون ما يحبش الهدية، الهدية تفرح اللي تجيه الهدية واللي يهدي الهدية. الهدية عندها اتيكات بلغتنا أدب وأصول، وهذا هو موضوعنا اليوم. عسلامة ومرحبا. موضوع اليوم طلبته مشاهدة وفية برشا. إن شاء الله ديما نحاول نصور فيديوهات نجاوب فيها على أسئلتكم على قدر ما نجم. ما تنساش باش تنزل على النقوز، هكيك تجيك نوتيفيكيشن كل مرة نهبط فيها فيديو جديدة وما تفلت حتى فيديو. الهدية وإلا تقديم الهدية عندها اتيكيت. الهدية الهدف منها إسعاد الشخص اللي باش تقدم له الهدية، معناتها المهدى له هو الأهم، وهذه هي النقطة الأولى اللي باش نحكيو عليها اليوم. كي تجي تختار الهدية لازمك تخمم في النقاط هذوما. أول نقطة هي جنس الشخص اللي باش تقدم له الهدية، لازمك تخمم الشخص هذا أنثى أو ذكر. النقطة الثانية هي عمر الشخص اللي باش تقدم له الهدية، الشخص هذا طفل صغير وإلا عبد متقدم في السن وإلا شاب أو شابة. الحاجة الثالثة هي الذوق وأسلوب حياة الشخص اللي باش تقدم له الهدية. كي تجي تختار الهدية ما يلزمكش تختارها حسب ذوقك وإلا حسب أسلوب حياتك أنت، لازم الهدية تكون تناسب وتلائم ذوق وأسلوب حياة الشخص اللي باش تهداله، حتى ولو كانت حاجة أنت ما تشريهاش لروحك. أنا أختي أرشيتكت ومغرومة بالديزاين، كنجي نختار الهدية نختار الهدية حسب ذوقها، نعرفها تحب كل ما هو دينش ديزاين، نحاول نختار الهدية تعجبها حتى ولو كانت الهدية هذيك أنا ما زينش بها في داري. أنا مثلا مغرومة بالتي كابس وآي كولكت تي كابس، كنجي نهدي لها هدية ما نهديلهاش مثلا تي كاب وقت اللي هي ما تشربش التاي. خمم زيدا في عمر الشخص اللي باش تهدي له الهديه. اذا كان باش تهدي الهديه للطفل الصغير ماذا بيك الهديه تكون مناسبه لعمره، ومن الاحسن انك تشاور امه ولا ابوه الوالدين قبل ما تشري له الهديه، على خاطر تنجم الهديه اللي انت خممت فيها يكونوا هما ما يحبوش صغيرهم يستعملها. فما اولياء ما يحبوش صغارهم يلعبوا بالفيديو جيمز، والا ما يحبوش صغارهم يستعملوا التابلتس. ينجم زيدا مثلا اذا كانت تحب تهدي ماكلة، نجم الأولياء يكونوا ما يحبوش الصغير متاعهم يحبوش ياكل الحاجة هذيك. من الأحسن قبل ما تهدي هدية للطفل الصغير تشاور الولي نجم نهدي الحاجة هذه وإلا لا. ما تشريش زادة هدية لشخص كبير شخص متقدم في السن ماهيش مناسبة لعمره. أنا مثلاً مماتي الله يرحمها كانت تحب برشا وتفرح برشا بحاجة طرية تاكلها، على خاطر ما كانوش عندها برشا سنين. بابا كان كي يمشي يزورها كان يهز لها مثلاً بنان ولا كان يهز لها ريكوتا، كانت تفرح بهم برشا. كان يهز لها كيلو لوز كانت تصبه له على رأسه حتى ولو كان اللوز أغلى من بنان. يعني ديما خمم في العبد اللي باش تهدي له الهدية وما تخممش في روحك. فما حاجات يلزمنا نخمو فيها قبل ما نهديو الهدية بخلاف النقاط اللي حكينا عليها. لازمك تخمم في ديانة الشخص اللي باش تهديلو الهدية. فما زاد هديات تكون مش مقبولة في some cultures، في بعض الثقافات وإلا في بعض البلدان. مثلا المنجالة الساعة ماهيش مقبولة في بعض البلدان الآسيوية. الصبات زادا كيف كيف فما بعض البلدان ما يقبلوش الهدية الصبات. الورد الأبيض فما بلدان ما تقبلش الهدية ورد أبيض يذكرهم بالفينرالز بالجنازة. يعني هذه حاجة يلزمنا نرد بالنا منها. حاجة أخرى لازمك زادا ترد بالك منها كي تجي تقدم الهدية، خاصة إذا كان الشخص اللي باش تقدم له الهدية ماهوش قريب لك ولا شخص ما تعرفوش برشا، هي الانتيميت جيفتس، الهدية اللي تكون انتيم شوية واللي تكون عندها دايركت كونتاكت مع البدن، كيما مثلا الملابس الداخلية وإلا كيما البرفيوم كيما البادي لوشن. في بعض الحالات الجولري الصياغة ماذا بيك تبعد على الهدايا من نوع هذا إذا كان ما تعرفش العبد اللي باش تهديه له ما تعرفوش بالقدام. حاول زادة تتجنب الهدايا الإيحائية،
يعني الهدايا اللي تنجم تجرح الشخص اللي باش تتهديله. إذا كانك تعرف عبد سمين ما تهديلوش كتاب متاع دايت مثلا، وإلا إذا كان تعرف عبد مثلا عنده ريحة خايبة ما تهديلوش هدية من نوع ديودورنت وإلا برفيوم، إلا إذا كان الشخص هذا تكلم على الحاجة هذه وإلا تشكم الحاجة هذه. مثلا إنسان عنده ريحة خايبة وقال أنا متقلق من ريحة هذه، راني جربت كل شيء وما نفعش، عملت كل شيء وما لقيت حتى حل، وقتها تنجم أنت تهدي ديودورنت تعرفوا إفيكاس، برفيوم تعرفها تحفونة. في الحالة هذه ميسالش، الهدف من هدية هو إسعاد الشخص مش تعطيله الهدية مش جرحه. ماذا بيك تبعد على الهدية الإيحائية على خاطرها سلبية؟ ما تهديش هدية غالية برشا ما عندكش فلوس باش تشريها، وإلا كي باش تشريها باش تخليك في أزمة، وإلا باش تتسلف باش تشريها. ما تهديش هدية تخليك أنت في حالة ضيق. ما تهديش زيد هدية غالية على الشخص اللي باش تهديها له، علاش؟ على خاطر تنجم تحرجه، نجم الشخص هذاك ما عندوش فلوس باش يرجع لك هدية بنفس القيمة متاعها، ويقعد يخمم انا كيفاش باش نعمل، انا منين باش نجيب فلوس باش نرجع هدية غالية. من الاحسن زادة كيف كيف ما تهديش هدية غالية برشا، الا اذا كان الشخص اللي باش تهديه له شخص قريب لك برشا، مثلا ولدك والا زوجك والا اخوك. في هذه الحالة ميسالش. خمم زادة في المناسبة متاع الهدية، فما مناسبات تكون الهدية فيها نوعا ما إجبارية، كيما مثلا زواج، ولادة، عيد ميلاد، دار جديدة. في المناسبات من نوع هذية تكون الهدية كيما قلت نوعا ما إجبارية، وتكون الهدية مختلفة على المناسبات اللي تكون فيها الهدية نوعا ما اختيارية. كانك روحت من السفر وحبيت تفرح العائلة في البلاد اللي انت مروح لها، إذا كان مثلاً ماشي تزور صديقتك ولا ماشي تزور أختك، زادة كيف كيف كي تمشي وتهز كما قولوا أحنا في تونس تحب تهز حاجة في يدك، هذيك هدية اختيارية وتكون مختلفة على الهدية اللي كما قلنا إجبارية. والهدية الإجبارية تختلف زادة من بلد لآخر وتختلف من ثقافة لأخرى. في العرس كما قولوا أحنا في تونس في الزواج برشا عباد يهديوا فلوس، في البلدان الأوروبية تنجم تهدي فلوس وإلا تنجم تهدي حاجة اللي بشي عرسوا جدد للدارهم. في الولادة زادة كيف كيف، في تونس تنجم تهدي فلوس، لهنا في النرويج مثلا تنجمش تهدي فلوس، ديما في الولادة تهدي حاجة للمولود الجديد. لازمك زادة تخمم في علاقتك بالشخص اللي باش تهدي له الهدية، الهدية اللي تكون باش تهديها لزملائك في الشغل تكون مختلفة على الهدية اللي باش تهديها لصديقاتك، وتكون زادة كيف كيف الهدية اللي باش تهديها لصديقاتك تكون مختلفة على الهدية اللي باش تهديها لزوجك مثلا، ولا الهدية اللي باش تهديها لبنتك، ولا الهدية اللي باش تهديها لأختك. يعني الهدية زادة كيف كيف تختلف من شخص إلى آخر. هذه حاجة أنا مغرومة بها برشا ونتلهي بها برشا وتفرحني برشا، وهي كيفية تقديم الهدية. يعني الكادو متاعك لازم يكون مزيان، ولازم يكون تحفون، ولازم يكون مغلف بالقداء. وإذا كان ما تعرفش تغلف تنجم تستعمل علب مخصصة للهدايا، وإلا فما باجز هذا كيف كيف مخصصة للهدايا. تنجم تستعمل معهم السيلك بيبر، فما أوراق مخصصة تبدأ تحفونها والملمس متاعها يبدأ تحفون على الأخر، تحطها في وسط الصندوق متاعك وإلا تحطها في وسط الساك متاعك، وبعد تحط الهدية وتسكر عليها. إذا كانك باش تهدي شوكولاتة وإلا إذا كانك باش تهدي حلوة تنجم تستعمل بابي سيلوفان وتقربتو كما نقولوا احنا في تونس، وتغلفوا مزيان وتحطوا في ساك، ويكون ياسر مزيان وياسر بريزنتابل. اكتب كلمة مزيانة مع الهدية، كلمة شخصية، خاصة إذا كان العبد اللي باش تهدي له الهدية واللي باش تكتب له الكلمة هذه عبد تحبه برشا ولا عبد قريب لك، صدقني تعمل برشا فرق. تحسس الإنسان اللي أنت خممت فيه، اللي أنت خذيت وقت باش تختار الهدية، باش تغلف الهدية، وباش تكتب له كلمة حلوة تحطها مع الهدية متاعك.
نحي الأسوان، عيب مش مليح. وإذا كانت نجم حط مع الجفت متاعك مع الكادو متاعك exchange receipt، هكاكا ينجم العبد يبدل الكادو إذا كان مثلا ما عجبوش اللون، وإلا إذا كان السايز كان كبير عليه ولا كان صغير عليه، ينجم بالريسيت هذاك، وبيان سيغ ما يلزمش يكون فيه السوم، ينجم بالريسيت هذاك يمشي ويبدل الكادو السايز يجي قدو إلا اللون يعجبه أكثر. ما تهديش هدية قديمة إلا إذا كانت أنتيكيتي، وحاول كي تقدم الهدية متاعك قدمها بالضحكة وبالابتسامة، حاول لغة الجسد متاعك تكون إيجابية، خاصة إذا كان كنت صرفت برشا فلوس على الهدية هذيك، ما تقدمهاش وانت متغشة، حاول ديما تكون الضحكة على فمك وقت اللي تقدم الهدية متاعك. وكيما تهدي الهدية بسمة زاد كيف تقبل الهدية بسمة، ما تخممش في قيمة في القيمة المادية متاع الهدية، خمم في القيمة المعنوية متاع الهدية. وإذا كان ما عجبتكش الهدية ما ظهرش للشخص اللي هداها لك باش ما تجرحوش. وإذا كان كنت ما تعرفش الشخص اللي باش تهدي له الهدية، وإلا ما عندكش فكرة على ذوقه وإلا على أسلوب الحياة متاعه، أهدي هدية تكون سيف. flowers سيف، الورد سيف، chocolate مثلا books خاصة كوفي تيبل بوك ديما يعجب، gift card الهدايا هذه أغلب الناس تفرح بها وتكون سيف. كي تجيك هدية اسأل الهدالك الهدية تنجم تحلها قدامه، وإلا خاصة إذا كان فما برشا ناس في مناسبة، فما برشا ناس زايرين بيكم، اسأل قبل ما تحل الهدية نجم نحل الهدية وإلا لا. فما بعض الثقافات ما يحبوكش تحل الهدية قدامهم، وإلا تجم زي كيف كيف تجرح الشخص اللي هدالك الهدية، وإلا تحرجه خاصة إذا كان ما عندوش برشا فلوس وكانت الهدية متاعه بسيطة وإنتي تحلها قدام الناس نجم تحرجه. ديما أسأل الشخص اللي هدالك الهدية نجم نحل الهدية قدامك وإلا قدام الناس وإلا لا. في نهاية الأمر الهدف من الهدية هو الإسعاد، إسعاد الشخص اللي باش تقدم له الهدية، أما قبل هذاك إسعاد النفس زادة. الهدية هي عطاء، وأحسن هدية هي الهدية اللي يكون الشخص المهدى له محتاج لها، كما مثلا الفقير وإلا اليتيم. وهكا نكون وصلنا لآخر البيجاما توك متاع اليوم، إن شاء الله يكون الموضوع عجبك. إذا كان عجبك ما تنساش كما العادة thumbs up and follow، ونشوفك في البيجاما توك الجاية إن شاء الله.